في إطار افتتاح الموسم الثقافي، نظم المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بصفاقس تظاهرة تحت عنوان 1-2-3 مسرح. وقد لقيت مسرحية الهنشير في عرضها الأول الترحيب من قبل الجمهور المتفرج، وهي مسرحية تعبر عن المسرح الواقع من إخراج السيد الهاشمي العاتي. رد بالكم على الهنشير، راهو عنده تاريخ، راهو المهم ماهوش الناس اللي ماشيه جايه على الهنشير، المهم الهنشير يبقى لاباس عليه. هذه مسرحيه الهنشير للكاتب الروسي تشيكوف، هو نوع جديد، معناها ما تطرقلوش برشا التوانسه، خاطر مسرح واقعي واحنا ديما نمشيو لافونغارد اكثر في تونس. عجبتك اليوم مسرحيه الهنشير؟ عجبتني وحلوه ياسر المسرحيه هذه. عجبتني، تحسها تمزج معناتها بين الدراما وفي نفس الوقت فكاهيه، معناتها حتى كي يتفرج يستمتع المتفرج. كو يعطيهم الصحه وبالتوفيق ان شاء الله. والله مسرحيه الهنشير هذه حلوه برشا، خاصه احنا ما نجموش كاماتير ننقدوا مسرحيه بروفيسيونيل، نتعلموا منها المسرحيه هذه، اما خرجتنا من الروتين نتاع خاصه الاوضاع اللي عايشينها تو، خرجتنا وكسرت شويه من الاوضاع هذه، واحنا فرحانين برشا، يزينا من هالسياسه ويزينا من المشاكل ويزينا، خلينا نعيشوا شويه الاجواء هذه. ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم في العرض الاول، وان شاء الله من العروض الجايه تزيد تتحسن باذن الله. صرفوني اشطاع في العياده يستناو فيه. وكيما الحب وقت مثلا الحسره يا ولدي انا وصفيه وكنا نفيقوا في الفجريه. توجوبي تبقى شويه وتوجوبي. ونظرا للظروف العصيبه التي تمر بها البلاد، قررت إدارة مركز الفنون الدرامية إلغاء كل مظاهر الاحتفال مع استمرار العروض، نظرا لما يحمله العمل الثقافي من معاني وقيم من شأنها أن تساهم في ترسيخ ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع. الناس كل تعرف اللي تونس في حداد، فما 3 أيام حداد، وتونس مش عندها 3 أيام حداد، عندها توا عامين حداد. 3 أيام هذوما نكس فيها العلم، ألغيت كل ما هو احتفالي، معناها موسيقى، حفلات، رقص، إلا المسرح، المسرح والسينما لا، على الحد علمي معناها. و3 أيام هذوما 1-2-3 فيهم عروض جيدة، نتمنى أن الناس تجي وتتفرج شوية من العروض هذه. حبينا نبلغ رسالة اللي رغم كل شيء أنه الفن يقعد ديما موجود، والفن هو اللي قادر أنه يوحد التوانسة الكل، وقادر أنه يقدم البدائل اللي هي بدائل من ناحية القيم، من ناحية الحاجات اللي ما لازمش تزعزع، اللي نشتركوا فيها الناس الكل. احنا نخدموا خاطر لازم نخدموا، خاطر تونس لازم تمشي لقدام، ويزمنا نكونوا موجودين في وقت اللي يحبونا مش موجودين، يلزمنا نكونوا ثابتين، تبقينا نحينا الجانب الاحتفالي، نعاود نقول راهو نحينا جوانب احتفالية في الشارع على خاطرنا بالحق في حداد. أنا تونس ما ماتتش، معناها خاطر هما هذي وين يحبوا يوصلوا لها، معناها أنه كل شيء يتقص، لا ما يتقصش، حتى شيء ما يتقص، النجم نخدم وأنا حزينة، يعني الحزن مش بالضرورة أنه الناس تتربع يديها وما تعمل حتى شيء، احنا نعمل في الفن، شي بيع على السنتر هذي؟ يبيع في أعمال مسرحية، ضروري تمشي الأعمال المسرحية. الإبداع لازم يكون موجود، الثقافة لازم تكون موجودة في تونس العزيزة اللي هي بلد الثقافة وبلد الحضارة وبلد الرقي. تظاهرة 1-2-3 مسرح تعنى بالكبير والصغير، فللأطفال نصيب، وسيتواصل عرض المسرحيات إلى غاية 6 نوفمبر بمسرحيات وإبداعات شبابية في فنون الركح والتنشيط.